السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي جاءت في فضل التمر. خلينا نشوف أهمية التمر أحبائي المشاهدين، خصوصا احنا جاي نعيش في شهر رمضان المبارك. يقول الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام هو اللي يتكلم هذا الكلام. شنو يقول الإمام الصادق؟ ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه تمر، يعني طعام مثلا نقول تمر ولحم ولبن موجود على السفرة، شنو يسوي الرسول؟ ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر، يترك كل شيء ويبدأ بأكل التمر. وأيضا الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام زين العابدين السجاد كان يحب أن يرى الرجل تمريا، يحب أنه الرجال اللي يأكل تمر. شنو السبب ليش يحب تمري؟ قال لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول كان يحب التمر. للتمر فوائد غذائية وصحية كثيرة، منها يحتوي على العديد من الفيتامينات، مفيد للخلايا العصبية في الدماغ، يحفظ رطوبة العين، يعتبر علاجاً لفقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، يعطي مناعة ضد مرض السرطان لاحتوائه على المغنيسيوم، يقوي العظام والأسنان، يعالج أمراض الكبد واليرقان، يعالج الإمساك، يعادل حموضة المعدة، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. وهناك حديث عن سيد شباب أهل الجنة مولانا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان صائما يفطر بالتمر. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعم المرأة في شهرها التي لم تلد فيه، يعني مثلا الشهر التاسع المرأة عندها عسر ولادة أو ما شابه ذلك، أطعموها التمر فإن ولدها يكون حليما نقيا. نسأل الله لكم قبول الطاعات والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.